السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه العقبات في تطبيق البيم؟ ليه مش كل الناس شغالة بيم؟ طيب خلينا نتكلم في الأول على تكنولوجيا البيم. إيه هي تكنولوجيا البيم؟ هي إن أنا بحط كل المعلومات الخاصة بالمشروع في موديل ال 3D، أقدر آخد منه أي معلومة تساعدني على اتخاذ القرار. وأي مشروع بيبتدي الفكرة، وبعد كده صمم، وبعد كده حسابات، وبعد كده مخططات، وبعد كده هننظم الوقت بينا، هو ننسق الشغل إزاي، التنفيذ، وبعد كده تشغيل الصيانة. فأي مبنى محتاج تعاون مهندسين كتير من مختلف التخصصات، كل واحد هيقوم بالدور بتاعه. فالمشكلة الأكبر اللي بتقوم هي ده في التعاون، أو الفهم الخاطئ للمعلومات، إن أنت تبعت إيميل فما يوصلش للشخص المطلوب، أو يوصل تبعت لحد مش هو ده اللي عايز الحاجة ديت، أو مش قادرين نتشارك المعلومة بشكل صحيح. فلذلك محتاجين نكون في موديل واحد الناس كلها تقدر تاخد المعلومات من مكان مركزي، بدل ما تبقى فيه لوح كتيرة متفرقة. طيب ايه اهم العوامل اللي بتأثر على تطبيق البيم؟ مخاوف ان احنا ما نعرفش نطبق البيم مظبوط. مشكلة حجم الشركة وتخصصها، ممكن تكون شركة كبيرة وعايزين نطبقها البيم مرة واحدة فيفشل منهم، ما فيش تطبيق تدريجي. مستوى الناس اللي موجودة في الشركة، عدم الاستعداد الذهني لقبول فكرة تحول التكنولوجيا حديثة، ما عندناش رغبة إن احنا نستثمر الوقت والمال في كده. تكلفة إن احنا نشتري أجهزة حديثة، لازم هتشتري ورك ستيشن وحاجة تشيل البرامج القوية اللي موجودة. وحتى لو أنت شغال كاد، المفروض تجيب برامج يعني أجهزة ورك ستيشن أو جيمر، بحيث إن الكمبيوتر الشخصي العادي ده، البيرسون كمبيوتر بي سي، ما بقاش هو ده اللي مناسب للشغل. ده مناسب ان الواحد دي يفتح وورد، اكسل، الحاجات دي. وعندنا برضو بعض المشاكل في الوطن العربي، خاصة الوطن العربي، ان مفيش كود او مفيش حاجة فيها نظام تطبيق البيم، وده اللي احنا بنحاول نعمله في بيم قريبا ان شاء الله. ان مفيش اجبار على البيم، مفيش الملك ما بيقولكش لازم تطبق بيم، والحكومة ما بتقولش دوت ومش عاملة اكواد وكده. وفي سوء فهم للبيم، لأن الناس بتسمع عنه بس بتعرفش هو إيه، مش قادرين يتصوروه. ومفيش يعني المجتمع نفسه ما عندوش استعداد لمشاركة المعلومات، وكله بيحاول يخبي المعلومة، وكله بيحاول ما يشاركش الملف الأصلي معاك، أو ما يشاركش المعلومة معاك. فدي من المشاكل الموجودة. وفي ناس مثلا كبار في السن، فيقول لك لسه هتعلم تكنولوجيا جديدة فيرفضها. تمام، واي مشكله تحصل يقول لك بسبب مشكله. يعني احنا تكون الشركه شغاله بريفكاد 2016، وانا جبت اوتوكاد 2017 وظبطت ان هو سايف 2000. تمام، يعني ما فيهوش اي مشكله خالص. اي مشكله تحصل يقول لك اه ده عشان عمر شغال ب 2017. ففي كده ايه، رفض لاي حاجه حديثه. تمام، واحنا بنقولش ان الحاجه حديثه صح او غلط، بس جرب، ولو لقيتها وحشه سيبها، لو لقيتها كويسه كمل. اي تكون اي برنامج بيجي او ايزار جديد بجربه على جنب، لقيته حلو بكمل عليه، لقيته وحش بسيبه. طبعا تكلفه شراء البرامج، تكلفه التدريب والحاجات ديت بتخلي الموضوع يبقى صعب اتخاذ القرار فيه. فاحنا عشان نطبق صح لازم نكون عارفين احنا هنستخدم بيم ايه بالظبط، ونفهم العميل ايه اللي ممكن يعمله، وايه التكلفه بتاعتها، وايه الحاجات اللي لازم تتعمل. يعني هل انت مثلا عايز تعمل حصر، ولا عايز تعمل 4D، ولا 5D، ولا 6D، وهكذا.